صباح الخير لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من خلال البث المباشر الصباحي هنا من شوارع مدينة فاس. دائما فهذا النقاش الصباحي دائما معكم، وكنتحدثوا على الاسعار ديال الشباكيه والبريوات والحلويات ديال رمضان. اكيد لان يعني راكم سولتوا على الاثمنه كيفاش دايره، كاين اللي تقضى كاين اللي خدا الشباكيه وكاين اللي مازال ما خدا. لاحظتوا لان كاين زياده في الاثمنه ديال الشباكيه وديال البريوات بكل صدق. فالزيادات كاينه في كل المواد الغذائيه الاساسيه، راكم شايفين هذا الارتفاع الصاروخي في الاسعار ديال المواد الغذائيه، واللي خلى المواطن يحس به بشكل كبير ويخرج يعني في وقفات احتجاجيه في كذلك يعني كيتحدثوا الناس مقصحين بخصوص هذه الزيادات في الاسعار. الان كنشوفوا كذلك يعني البريوات والشباكيه حتى هي يعني تزادت في الاسعار ديالها، وزعما صراحه الدرويش واش الدرويش في هذا رمضان ما غاديش يعني يشري الشباكيه، لان كتشوف زيادات صاروخيه كذلك قلت في الاثمان ديال الشباكيه وديال البريوات. علاش كتزاد هذه الاثمان؟ لان المواد الاساسيه اللي كتصوب بها لي ماتير بروميير اللي كيتصوبوا بهم زايدين، دونك بطبيعه الحال غادي يزيدوا هاد الناس، غادي يزيدوا لان كان كيشري الطحين بواحد الثمن ولا كيشري بثمن اخر. فانا قلت الزيادات كتبدا من هذا الارتفاع الصاروخي اللي كاين في سعر المحروقات بصدق، نقول نتحدثوا بصدق. ليسونس ولا كيدير 14 درهم، لينا كنشوفوا كيتنشر يعني 15 درهم. مازوط اللي كان كيدير 9 دراهم و8 دراهم شحال هادي ولا كيدير 12 درهم. صراحه من هنا كتجي الزيادات، لان ملي كنمشيو نتحدثوا مع اصحاب النقل كيقول لك اسيدي حنا تزادت علينا 700 درهم في البلان. حنا البلان كنا نرمو كنا كنجيبو الترونسبور يعني كنجيبو من كازا مثلا لفاس، ولات زايده علينا 650 درهم 700 درهم ديال البلان في المازوط. كيفاش غادي نديرو حنايا؟ كيفاش غادي نديرو نعوضو داك الخساره؟ ف عاوتاني الكروسيست اللي ما كانش عند الكروسيست كيقول لك اسيدي حنايا صحاب الاخرين زادوا علينا، الاخرين زاد المازوط وتزاد علينا. دابا كتلقى حلقه مترابطه فيما بينها ومشبكه والزيادات يعني انتم كتشوفوا المواطن هو اللي كيتضرر، المواطن هو اللي كتجي فيه، المواطن هو اللي كتجي فيه. متابعينا ومشاهدينا الكرام، راه الناس البسطاء الدراوش اللي ما عندهمش هما اللي كتجي فيهم، مازال اللي عنده راه ما يحش راه واخا دير له المازوط ب 60 درهم و 70 درهم غياخذوا لان عنده ما غيحش بها. ولكن اللي عنده فقط القوت كيصور فقط القوت ديالو اليومي، كيخدم طالب معاشو كما كنقولوا نهار بنهارو، كيتسنى داك 100 درهم ولا 90 درهم ولا 70 درهم، وكاين الناس اللي خدامه غير ب 50 درهم كيتسنى داك الرزيق ديالو باش يدخلوا لوليداتو يشري لهم خبيزات ويشري لهم حليبه ويشري لهم بويضات ويدخل لعندهم يوكلهم وما يخليهمش يعني كيموتوا بالجوع. كاينين الناس اللي عايشين بهذه الطريقه، وخصنا نتقبلوا على ان كاينين الناس كاينين هكا، وخصنا نلقاو لهم الحل، خصنا نفكروا على اننا نلقاو لهم حلول. واش السيد اللي غيشد مثلا 50 درهم في النهار ولا 70 درهم في النهار غيشري الشباكيه؟ دابا في رمضان ما كنظنش غيشري الشباكيه، ولا كان غيشريها راه يحيدها من حاجه واحده اخرى غير باش يتسمى راه شراها وصافي. ربما يحيد كان يشري ثلاثه ولا اربعه الخبزات، يشري جوج خبيزات ويشري الشباكيه لوليداتو معاهم. اذا كنقول يعني متابعينا الكرام راه الاوضاع اصبحت صراحه في ظل ارتفاع الصاروخي ديال الاسعار صعيبه على المواطن، القدره الاستهلاكيه ديال المواطن صعيبه 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 صعيبه، القدره الشرائيه تراجعت بشكل كبير. هذا هو الواقع، كنتحدثوا بصدق. رمضان راكم كتعرفوا كيفاش كيكون العواشر، تكون حركيه والرواج. دابا سيروا شوفوا اسواق، سيروا شوفوا يعني المحلات اللي كانوا كيبيعوا الحلويات، كاين ارتفاع وغتنعكس حتى على القدره الشرائيه ديال المواطن اللي خفضت بشكل كبير. متابعي ومشاهدي قناه شوف دبي، دائما حنا معكم في هذه الجوله الصباحيه وفي هذا النقاش الصباحي. شنو في رايكم؟ واش تزادت عليكم الشباكيه والبريوات
شنو بان لكم؟ واش تزادت الأثمنة ديالها؟ واش لاحظتوا عندكم زيادة في الشباكية؟ وشحال تزادت؟ واخا تفاعلوا معنا من خلال التعليقات. صباح الخير ملاك، الله يدير لي فيها الخير يا رب. اللهم آمين أختي ملاك. حنا هذا نقاش صباحي وكنتحدثوا معكم بخصوص هذه الزيادات في أثمنة ديال البريوات وديال الشباكية وديال المواد الغذائية الأساسية. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، قالت لينا غير الشباكية الله يصوب وصافي. للأسف هذا واقع الحال أخويا. دائما متابعينا ومشاهدينا الكرام، أم زينب لا حول ولا قوة إلا بالله، مرضي ميمتو بزاف هذا الشيء. واخا واش زادت عندكم أخويا؟ واش زادت عندكم؟ شحال دابا الشباكية دايرة؟ واش زادت عندكم نتوما؟ حنا هنا في المدينة ديال فاس زادت شوية الشباكية في الثمن صراحة، نقولوها الشباكية البريوات سلو كلشي زاد في الثمن، كلشي ما بقاش داك الثمن ديال شحال هادي، وكأن الدرويش مسكين. إذا دائما معكم في هذا النقاش الصباحي متابعينا ومشاهدينا الكرام، حنا في جولة صباحية كما العادة كما عودناكم على قنواتكم وعلى صفحاتكم شوف تي في. حنا في هذه الجولة الصباحية وفي نقاش صباحي معكم حول الزيادات اللي كترفها المنتوجات الأساسية الغذائية ومن بينها الشباكية والبريوات. حنا على مشارف والأيام قليلة تفصلنا على الشهر المعظم رمضان، ويعني فرحنا بالتساقطات الأخيرة اللي طاحت، وكنا كنأملوا خير على أنها تنعكس بشكل فوري على 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 انخفاض الليلي الأسعار ديال المنتوجات الغذائية الأساسية. حنا الآن كنتفاجئوا بزيادة في بعض الأسعار ديال بعض المنتوجات كالشباكية والبريوات. شنو الرأي ديالكم بصراحة؟ شنو الرأي ديالكم بصراحة في هذه الزيادة في الأثمنة ديال المواد الغذائية الأساسية؟ سلام، أنا من شفشاون. أنا من شمال المغرب وعندنا الغلا والله. خويا الغلا راه على كل شيء، ماشي غير في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق، راه كل المناطق ديال المغرب راه فيها الغلا دابا. الغلا راه عام، الالتهاب ديال الأسعار راه فين ما مشيتي كتلقى زيادة في الأسعار، كل شيء زايد. دائما متابعينا ومشاهدينا الكرام صباحكم مبروك، صباح الخير والتيسير والبركة وكل ما هو جميل. أنا كنحييكم وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم لهذا البث المباشر وعلى النقاش الصباحي معكم متابعينا الكرام. دائما كنناقشوا هذا الموضوع ديال الزيادات في الأسعار ديال المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الشباكية والبريوات. واش زادت عندكم الأثمنة ديالها؟ خاص الحكومة الدعم المهنيين في قطاع المحروقات من اجل انخفاض المواد الغذائيه، كل شيء ارتفع. سي يوسف، هذا التعليق ديال سي يوسف. الدخله 90 درهم 80 درهم، واو 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 واو. واخا كنتظر دائما التعليقات ديالكم، تعليقات جميله. سي يوسف قال لك خاص الحكومه الدعم المهنيين وتدخل وتخفض من اسعار المحروقات باش ينعكس داك الشيء على المواد الغذائيه الاساسيه، واعطى حل السي يوسف. برافو السي يوسف. شنو تقول للحكومه؟ شنو توجه الرساله اللي توجهها للحكومه عفوا بخصوص هاد الاسعار الملتهبه ديال المواد الغذائيه؟ عفاكم اللي محتاج شي وحده ديال الميناج راسلني الدار البيضاء، عندي وليدات. اخت حليمه كتقلب على خدمه، كتناشد القلوب الرحيمه، هي معنا حليمه ناصره. عفاكم اللي محتاج شي وحده ديال الميناج راسلني على الخاص. الاخت حليمه اللي عارف لها شي خدمه يتواصل معها متابعينا ومشاهدينا الكرام. العواشر هذه واعتبروها اختكم هي معنا في التعليقات، راه كل شيء غالي. ساره بركاني، نعم اختي ساره، للاسف الشديد كاين ارتفاع صاروخي في الاسعار ديال المواد الغذائيه الاساسيه، وحتى الشباكيات زادت فيها. حتى الشباكيه زعما اش غادي نقولوا؟ الله يدير لي فيها الخير وصافي، الله يفاجئها وصافي. راه كل شيء غالي، هذوك الحلويات راه 90. نشوف هذوك الحلويات راه فوق الشبعة، وفوق الشبعة. ولكن حط نتايا في سي زيد، مكنجيو شي واد ديال رمضان راه كتقيل صايم، وراه مكاينش اللي مكيحط الشباكية في الدار ديالو في الطبيصل ديالو. تصور دابا نتا العام اللي فات كنتي كتحط الشباكية، ودابا ما الدرويش اللي ما عندوش مسكين ماشي فوق الشبعة. راه الشباكية بالنسبة للوليدات الصغار هذيك راه ولات واحد الثقافة، كتحط ضروري خصها تحط في الطبلة، وبعد شي مرة كتحط غير في الطبلة وما كناكلوهاش، المهم خصها تحط في الطبلة. ثقافة ولات عندنا الدراري الصغار ولاو
انا الاغلبيه كتحط وما كت ما كياكلوهاش، كتاكلها ربما غير داك الاول ديال رمضان اللي كتكون مازال طريه واللي كتبقى شويه في داك الصندوق ديالها ولا داك لابواط ديالها، كتقدم شويه ما كنبقاوش ناكلوها، كناكلوها في داك الاول داك اليومين الاول. شكون اللي كتوقع له هذه القضيه هذه؟ صباح النور احلام بني مندال، حسبي الله ونعم الوكيل. تبارك الله عليك اختي احلام، الله يدير لي فيها الخير. مطيشه 10 دراهم احنا محتاجين ليها. صحيح صار البقال. تبارك الله عليكم وكنشكركم على هذا التفاعل ديالكم الجميل وهذا النقاش الصباحي. صراحه كنحييكم بزاف الناس اللي اوفياء لهذه القناه ديال شوف تيفي، كنحييكم. صحيح صحيح اختي ساره، تبارك الله عليكم، حنا محتاجين ليها. التعليقات ديالكم دائما كنحاول نقراها متابعينها، وكنحاول نشوف طريق شي شويه طويله باش ما نكونوش طوبات بزاف مع السياقه باش ما نقش التليفون، راه ممنوع. وحذر يعني الناس اللي شادين الطريق، الله يكثر خيركم، بعيدوا التليفونات من يديكم، ما تقيسوش التليفونات، ما تردوا بالكم لوليداتكم، راكم شادين الطريق، الله يكثر خيركم، بعيدوا من التليفونات والهواتف، راها كتسبب اثناء السياقه حوادث كبيره وحوادث كثيره في المغرب. الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم، راه شحال من حادثه وقعات كان السبب ديالها الهاتف، وحنا كنعرفوا هذه البليه ديال الهاتف، انت صايق وشاد التليفون في يدك.